جزاكم الله خير. احدى الاخوه من الجزائر يقول: ما معنى ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟ وما معنى لا طلاق في اغلاق؟ وهل تجب النيه في الطلاق؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. يعني انك اذا قلت لامراتك انت طالق، ولو قلت اني امزح معها واحادثها واضحك معها واقول لها انا احبك وانت احب النساء الي، انت طالق، يقول وقع الطلقه. لو قال اضحك وامزح من فريق من فرط المزح وفرط المحبه والقرب والحنان والشفقه وكذا وكذا، قلت لها يا انا احبك واحب النساء الي، انت طالق، قلنا وقع الطلاق عليها. لو قال ما قلنا لا، هذا شيء لا يمزح. والله يقول: ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. ولو قلت لرجل: زوجتك ابنتي هي راضيه بالزواج؟ زوجتك ابنتي، قال قبلت. ثم قلت: انا مازح لست كفؤا لابنتي، وانا قلت ابنتي راضيه وكذبت ولست كفؤا لامراتي. او قال الزوج: انا قلت قبلت مجامله لا رغبه لي في المراه، قلنا هذا الزواج منعقد لا يفكه الا طلاق. ولو قال لامرأته التي طلقها طلقة واحدة: راجعتك، ثم قال قلته حياء المجاملة، قلنا وقع الرجعة. والنية في الطلاق الصريح لا تشترط، أنت طالق لا نشترط فيها النية. أما إن كان كناية محتملا للطلاق وغيره فلا بد من نية متمحضة للطلاق. كلو قال: اخرجي لست لي بامرأة، نسأله: هل نويت الطلاق بهذا أم لا؟ فإن نوى الطلاق وقع بالكناية، وإن لم ينوي الطلاق فاللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريح. جزاكم الله خير. ما معنى لا طلاق في إغلاق سماحة الشيخ؟ يعني لا طلاق حال الإغلاق، والإغلاق الذي أن ينغلق على الرجل أمره، بمعنى أن يكون غضبانا غضبا شديدا، لا يعي ما يقول ولا يفكر بما يقول. إذا انتهى الطلاق وسألناه: هل طلقت؟ قال: والله ما أدري، هم الذين أخبروني بما قلت وأنا لم أدري ما قلت. أو قال: غضبي شديد جعلني غير متمكن من نفسي وغير متحكم في أمري. فنقول أيضا: هذا الطلاق غير واقع، لأن الغضب الشديد المانع من سيطرة على النفس، والذي يعني لا يمكن معه استحضار الإنسان ما يقول، فإن من الغضب ما يتحول إلى ضرب من الجنون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم آمين. ثم سأل أخيرا عن: هل تجب النية في الطلاق؟ إن كان في الصريح فلا، وإن كان في